الفصل الرابع MT for Web Trader الأساسيات. في هذه الوحدة سوف نشرح كيف يعمل XM Web Trader. أولاً عليك زيارة موقع XM على XM.com، اضغط على علامة تبويب المنصات، ثم اختر MT for Web Trader، ثم اضغط على زر الدخول إلى MT for Web Trader الذي سيعيد توجيهك إلى صفحة الدخول إلى MT for Web Trader. تفاصيل تسجيل دخولك، والتي تتكون من تسجيل الدخول وكلمة السر، ليست صالحة فقط لمنطقة الأعضاء الخاصة بالعميل، ولكنها صالحة أيضاً لجميع تطبيقات التداول المحمولة بما فيها ويب تريدر. لا تنسى تحديد السيرفر صحيح، ريل لحسابات التداول الحقيقية، ودمو للحسابات التجريبية. في حالة لم تكن قد سجلت مع XM.com بعد، يمكنك إما الذهاب إلى موقع XM.com وتسجيل حساب حقيقي أو حساب تجريبي، أو اضغط على ملف ثم اضغط على زر فتح حساب تجريبي. هنا يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة للمتابعة. افتراضياً تكون هناك علامة موضوعة على خيار Save Password in Browser Storage. يرجى إزالة العلامة الموضوعة على هذا الخيار فقط إذا لم تكن ترغب في تسجيل بياناتك. بعد تسجيل الدخول بنجاح، تصبح منصة تداول ويب تريدر فعالة. مثلها مثل منصة MT4، تتكون المنصة من ثلاثة أقسام رئيسية: مراقبة السوق، الرسم البياني، ونافذة حالة الحساب. توجد نافذة مراقبة السوق على الجانب الأيسر من التطبيق. بالضغط بزر الماوس الأيمن على لوحة التحكم واختيار خيار Show All، ستكون قادراً على مشاهدة جميع الرموز والأسعار المقدمة من XM. يمكنك استخدام خيار نافذة الرسم البياني، والذي سيضيف الرسم البياني للرموز المختارة في نافذة الرسم البياني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط بزر الماوس الأيسر على ساق وسحبه وإفلاته في نافذة الرسم البياني. يرجى الملاحظة أن استخدام تلك الطريقة يؤدي إلى استبدال الرسم البياني. يعرض كل ساق تداول بسعرين، سعر البيع وسعر الشراء. بالضغط بزر الماوس الأيمن على اللوحة في قسم العمود، تظهر القائمة المنسدلة مع العديد من الخيارات المفيدة مثل Time. يظهر هذا الخيار وقت التحديث الأخير لسعر رمز معين، أو High Low الذي يعرض أعلى وأدنى سعر مسجل لسق محدد في هذه اللحظة بالتحديد، وSpread الذي يعرض Spread الحالي لأسعار البيع والشراء. تماماً كما في منصة MT4 المكتبية، عند الضغط بزر الماوس الأيمن في مراقبة السوق، يمكنك المتابعة بإجراءات مثل New Order و Chart Window، والتي تعرض سجل سعر السق المحدد على الرسم البياني. تسمى اللوحة الكبيرة التي في منتصف الشاشة Chart Window، وهي تعرض البيانات السابقة للسقوق المالية. بالضغط بزر الماوس الأيمن على هذه اللوحة، يظهر مربع قائمة منسدلة يضم العديد من خيارات تخصيص لوحة الواجهة. على سبيل المثال، إذا ضغطت بزر الماوس الأيمن على نافذة الرسم البياني، يمكنك أن تفتح معاملاتك بالضغط على خيار Trading a New Order، أو يمكنك ضبط الإطار الزمني للرسم البياني المعروض بالضغط على Time Frames. لتغيير منظوم الرسم البياني، يمكنك التكبير أو التصغير من القائمة المنسدلة. عبر تحديد الخصائص، يمكنك تخصيص الألوان والسمات المشتركة الأخرى للرسم البياني المحدد. يمكن العثور على Terminal Window في أسفل نافذة منصة MT4. هنا ستجد نظرة عامة عن المزايا المختلفة لعدة وحدات مثل Trade و History و Journal عن طريق الضغط على علامة التبويب التي ترغب في مشاهدتها بمزيد من التفاصيل. إذا ضغطت على علامة تبويب Trade، يمكنك مشاهدة أوامرك النشطة والمعلقة. تعرض علامة تبويب History صفقاتك المغلقة أو مراكزك المغلقة. تعرض علامة التبويب Journal جميع الأنشطة التي أجرتها منصة تداولك حتى اللحظة. في أعلى جانب المنصة، يمكنك أن ترى الأداة الرئيسية التي تضم أكثر الإجراءات المفيدة للمنصة، مثل فتح أوامر وتغيير نوع عرض الرسم البياني أو الإطار الزمني له. في أعلى الزاوية اليمنى من المنصة، هناك أربعة أزرار مختصرة. بالضغط على إدارة الحساب، ستتم إعادة توجيهك إلى منطقة الأعضاء لإيداع الأموال والتداول بسهولة. يرجى ملاحظة أنه سيطلب منك استخدام بياناتك لتسجيل الدخول إلى منطقة الأعضاء بأمان.
اتصل بنا سيعيد توجيهك إلى قسم الدعم في موقع exam.com حيث ستجد كل البيانات المطلوبة للتواصل معنا عبر الدردشة المباشرة، البريد الإلكتروني أو الهاتف. بالضغط على الدردشة المباشرة ستظهر لك نافذة منبثقة صغيرة سيطلب منك فيها إدخال اسمك وبريدك الإلكتروني. يمكنك حينها الدخول والدردشة مع أحد ممثلي أكسام فوراً ليقدم لك مزيد من التوضيح ويحل أي مشكلة قد تكون لديك. زر الرئيسية يعيد توجيهك إلى موقع exam.com. شكراً للمشاهدة.